بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات، نوافيكم بآخر المستجدات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس السارس كوف 2 في بلادنا. فخلال 24 ساعة الأخيرة بين الساعة 6 من مساء أمس والساعة 6 من مساء، سجلت على الصعيد الوطني 1276 حالة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 54528 حالة إصابة بالسارس كوف 2، أي بمعدل إصابة تراكمي وصل اليوم إلى 150 لكل 100,000 نسمة، على أنه وصل في الأربعة أو بلغ في 24 ساعة الأخيرة 3.5 لكل 100,000 نسمة. وتفصيلا، فإن الحالات 1276 الجديدة سجلت حسب جهات وأقاليم وعمالات المملكة كما يلي: جهة عفوا الدار البيضاء سطات 400 حالة، من بينها 311 حالة بالدار البيضاء الكبرى، 30 حالة بسطات، 17 بالنواصر، 12 بالمحمدية، 9 بكل من الجديدة ومديونة، 7 حالات ببرشيد، 3 حالات بسيدي بن نور، وحالتان ببن سليمان. جهة مراكش أسفي 176 حالة، من بينها 96 حالة بمراكش، 23 بقلعة الصراغنة وبالرحامنة، 23 بكل إقليم، 14 حالة بشيشاوة، 12 حالة بالصويرة، و8 حالات باليوسفية. جهة فاس مكناس 140 حالة، من بينها 72 حالة بفاس، 37 ببولمان، 12 حالة بتازة، 10 بمكناس، 4 بالحاجب، 3 بصفرو، وحالتان بإقليم تونت. جهات بني ملال الخنيفرة 140 حالة، 68 حالة بأزيلال، 25 حالة ببني ملال، 20 حالة بخنيفرة، 18 حالة بخريبكة، و9 ديال الحالات بالفقيه بن صالح. جهات الرباط سلا القنيطرة 122 حالة، من بينها 49 حالة بسلا، 17 حالة بالصخيرات تمارا، 16 حالة بالقنيطرة، 14 حالة بسيدي قاسم، 12 حالة بالرباط، 11 حالة بسيدي سليمان، و3 حالات بالخميسات. جهة درعا تافيلالت 112 حالة، من بينها 57 حالة بالرشيدية، 21 حالة بورزازات ومثلها بزاكورة، و13 حالة بميدلت. جهة طنجة تطوان الحسيمة 84 حالة، 39 حالة بطنجة، 22 بتطوان، 15 بالمضيق الفنيدق، و8 الحالات بالعرائش. جهة الشرق 45 حالة، من بينها 13 حالة بقرسيف، 10 حالات بالناظور ومثلها بوجدة أنقاد، 6 الحالات ببركان، 5 بفيقيق، وحالة واحدة بتوريرت. جهات سوس مسا 27 حالة، من بينها 11 حالة بإنزقان أيت ملول، 8 الحالات بطاطا، 5 حالات بأكادير إداو تنان، 2 الحالات بشتوكة أيت بها، وحالة واحدة بتزنيت. سجلت كذلك 22 حالة بمدينة الداخلة، جهة الداخلة واد الذهب، وسجلت 6 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، 4 حالات بالسمارة، وحالتان بالعيون، وسجلت حالتان بإقليم قلميم بجهة قلميم واد نون. إذا هذا هو التفصيل الجغرافي ديال 1276 حالة اللي تسجلوا
في هذه 24 ساعة الأخيرة، مع العلم على أنه 79% من هذه الحالات، أي 1008 ديال الحالات، سجلت في إطار منظومة تتبع المخالطين والبؤار، والتي شملت لحدود هذا الوقت 191270 مخالط، ولا زال 36000 مخالط و68 رهنة التتبع الصحي. في مقابل ذلك، تم استثناء 20914 حالة من كونها مصابة بالمرض بعد إخضاعها للتحاليل الطبية المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 1,747,642 حالة مستبعدة مخبريا. للأسف الشديد، توفى خلال 24 ساعة الأخيرة 35 حالة مصابة بالمرض، رحمهم الله جميعا، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات المسجلة في بلادنا منذ تسجيل أول حالة في 10 مارس 2020 إلى 955 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. الحالات 35 المتوفاة في 24 ساعة الأخيرة سجلت بكل من الدار البيضاء 12 حالة وفاة، مراكش 6 حالة وفيات، طنجة 3 حالة وفيات، حالتي وفاة بفاس ومثليهما بزاكورة، وحالة وفاة بكل من مكناس، تونات، قرسيف، بني ملال، خنيفرة، الرشيدية، ورزازات، تطوان، قلعة الصراغنة والعيون. وهكذا، فإن معدل الفتك أصبح يساوي 1.8%. ولله الحمد والشكر، تعافى من المرض تعافيا تاما 815 مريض في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع مجموع المتعافين من هذا المرض في بلادنا منذ بداية هذا الوباء إلى 38293. وبالتالي فإن معدل التعافي يساوي حاليا بالمغرب 70.2%. ومنه فإن الحالات النشطة الموجودة قيد العلاج في مختلف مستشفيات المملكة، وكذلك بعضها الموجود بالمنازل، يبلغ إلى حدود هذا الوقت 15280 حالة نشطة، أي بمعدل 42.1 لكل 100,000 نسمة. الحالات النشطة دائما نفس الجهات هي اللي فيها أكبر عدد من الحالات النشطة، علما أن التغيير اللي وقع هو أنه جهة طنجة تطوان الحسيمة التحقت بركب الجهات اللي فيها أقل من 1000 حالة نشطة، وبالتحديد 899 حالة نشطة، ولا زالت جهتان في المغرب هما اللي فيهم أقل حالة نشطة، أقل من 100، وهي جهة العيون الساقية الحمراء 69 حالة نشطة، وجهة قلميم ودنون 39 حالة نشطة. وأكبر عدد يوجد دائما بالدار البيضاء 5802، الدار البيضاء 6 5802 ديال الحالات النشطة. نختم بالحالات الخطيرة أو الحرجة، والتي بلغ عددها قبيل قليل 171 حالة خطيرة وحرجة ترقد بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش بمختلف جهات المملكة. من بين 171 حالة خطيرة وحرجة، يوجد 32 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. هذا كان آخر رقم في هذه الحصيلة اليومية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.